السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غاديين نحضروا اللحمه بالسبانخ. كل حاجه اللي غنحتاجوا لهاد اللحمه بالسبانخ هي عندنا هاد السبانخ، هي كانت مجمده. غنحتاجوا صلصه الطماطم، غنحتاجوا الكمون، ونحتاجوا الفلفل الاسود، ونحتاجوا قزبر مدقوق، وغنحتاجوا شويه البقدونس ونحو اللحمه، وعندنا بصله ها هي قطعتها، وكاين هاد الثوم. هاد الحاجات هما اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الزيت من طبيعه الحال. وهنايا بعد ما حطيت ديك البصله اللي هي مقدار بصله واحده كبيره، مع ندير خمسه فصوص الثوم، خليتهم يتقلاو مع بعضياتهم ديال 3 دقائق. ها هما بعد ما شويه البصله نزلات، مابقاتش والثومه حتى هي شويه نزلات، طابت شويه مش طايبه. غادي نكبر بها، نحط عليها اللحمه هي، وغادي نحرك العناصر، نحرك العناصر مع بعض. وغادي نزيد عليها الكمون، شويه الكمون ديال نص معلقه صغيره ديال الكمون، وغنزيد عليه الثوم الكمون، وغادي نزيد عليها ديال نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وغادي كذلك نزيد عليه قزبر، قزبر ما عندي قزبر مطحون، ها هو غنزيد لي ديال ربع معلقه ديال قزبر مطحون، حيت باقي غنحط البقدونس. وحطيت الملح، وغادي نحرك هاد العناصر مع بعضها. وها هي، وبعد ما خلينا هاد اللحم يتقلى مع الثومه والبصله والتوابل اللي ذكرت، نخليه. غنزيد عليه شويه البابريكا. انا لحد الان مازال ما حطيت لا ثومه لا ما حطيتش الطماطم، وما حطيتش صلصه الطماطم، حيت ما كتخليش اللحم يطيب. يعني غنخليه يتقلى بوحدو بهاد التوابل اللي انا حطيتها في البصله والثومه، وما نديرش عليه مطيشه طماطم ولا صلصه طماطم، حيت كما قلت لكم ما كتخليش اللحم يطيب. يعني نخلي هذا يطيب بحال هكا شويه بوحدو، ونخلي نسد عليه، نخلي له 10 دقائق، نخلي غير شويه ودابا كما كتشوفوا حيت خليت هاد اللحم طافي هاد الصوص، زدت فيه شويه ديال الماء وخليته طافي، يعني راه قريب يطيب عليه شويه. دابا عاد غادي ننزل بالمعجون الطماطم، غندير قليل من معجون الطماطم، هنحرك وهنشوف. يعني ما خصهاش تكون جاريه فيها معجون الطماطم بزاف، يعني شويه ننزل بنصها. يعني درت النص، هذا درت النص ديالو بالضبط، ودابا غادي نحط السبانخ اللي هي كانت مجمده، خرجتها حتى فكات شويه، ها هي حطيتها. غادي نحرك العناصر مع بعض. يعني ما كنكثرش ليه بزاف صلصه الطماطم، حيت يجي ثقيل بالصلصه، يعني كتحسي براسك بحال كتاكلي ما عرفتش، شد شويه تجي غير البنه ديال صلصه الطماطم، يعني درتها قليله شويه. هيا نحرك العناصر، وبعد غنحط ليها الطرشه ديال الثومه. يعني غنزيد شويه الصلصه، حيت باقي شويه لونه ما احمرش بزاف،
يعني مهزت شويه زدت، يعني خليت هذه الا الربع. هيا كتشوفوا دابا غنخليها طيب، نزيد عليها شويه النار وغنخليها طيب، يعني الحين ما طابو. هذا بحيث مجمد كيطيب بسرعه، جاب فيه اللذه. ونسيت حاجه، غنحط مكعب مرق، غنضيفو حتى هو في هاد اللحظه، غنضيف واحد مكعب مرق، يعني اللي كان ديال الدجاج ولا ديال اللحم، انا عندي ديال اللحم غنضيفو. ومحضر الروز، ها هو الروز انا حضرته كما كتشوفوا، حضرته. يعني في ناس كيديروا الروز مع الاكل، لا انا ما كيعجبنيش، حنا ما كنديروش بحال هكاك، يعني حنا كنطيبوا الروز بوحدو. ها هو، وعندي في واحد الفيديو وفيديو يعني في القناه ديالي غتلقاو الطريقه كيفاش كنطيب بها الروز، وما كيتعجنش، كيبقى حبه ما كيتعجنش ليا، كيبقى يعني الطريقه ديال السر ديال علاش الروز ما كيتعجنش، يبقى بحال هكا. هي حتى هي عندي في الفيديو هذا، غير خديت الروز درت مع شويه الزيت وحركته مزيان حتى سخن، يعني خليته جوج دقيقتين حتى ثلاثه تسخن الروز، يعني بحال سخنتو داك الزيت، ودرت شويه الملحه والماء ونقصت عليه وخليته يطيب. والطريقه كيفاش كندير ليه راه كاينه عندي في الفيديو. وهذه هي ديالنا كيطيب، يعني شكلها تيبان زوين ما شاء الله. جربوها وصحيه، مغذيه وصحيه في نفس الوقت. جربوها وخليوا لي رايكم في صندوق الوصف، وشكرا. بعد ما خلينا شويه غلات، يعني اللحم شويه طال مع هذا السبانخ، غادي نزيد عليها شويه ديال البقدونس. هنا شويه ديال البقدونس، وكيف ما قلت لكم تصدى هذيك مربع ديال دامه البنه، هاهي زدت عليها البقدونس ونخليها طيب عاد تسبك مزيان كما كتشوفوا، يعني تتبان زوينه. طابت اللحم هو قريب يطيب. وما كيف ما كتشوفوا معايا الماكله، ها هي وجدات، بات ما شاء الله زويونه هانتوما، يعني جات ريحتها عاطيه زوينه. الحيمه طابو، سبانخ ريحته عاطيه، كلشي زوين. الروز اللي تيرافقها ها هو حتى هو طاب كما تشوفوا، ها هو هذا الروز تيرافق تكلمها الروز، وهي جات ما شاء الله ريحتها زوينه. هذه هي الاكل ديال السبانخ.